كان ضروري تلاقيني مهما طالت سنيني من قبل الحياة وانا حاسة قابلتك زمان يا ما شفايفك قالولي وهم بيهمسولي بحبك وأيوة ده صوتك وصوتك كمان ومن قبل البداية بيني وبينك حكاية رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان حبيبي أحس بأماكن بلادي لو بنطع حروف اسمك ساعتها لو بموت يرجع لي روحي يا حبيبي أحس بأمان حتى وأنا بتنزل على كتفك دموعي والتجارح المداوية يا حبيبي وأغرب ما في حياتي عشقة وياك أهاتي وعرفة إن جوا قساوتك مدار الحنان في حاجة نفسي فيها ويا ما حلمت بيها تاخدني حبيبي في حضنك ويقف الزمان ده من قبل البداية بيني وبينك حكاية رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان حتى وانا بتنزل على كتفك دموعي وانت جارح لي مداوي يا حبيبي بحس بأمان بلادي لو بنطع حروف اسمك ساعتها لو بموت ترجع لي اه حبيبي من يوم ما بنخلق بيخلق معنا قدرنا ومثل ما بتبلش حياتنا بقرار مش بإيدنا ببلش قدرنا هو كمان يمشي معنا لحظة بلحظة من غير ما يكون من حقنا نمنعه أو حتى نوقف بطريقه Thank you.
ريم حلفك بالغصن يا عصفور بالورق بالفي ريم يلا حبيبتي قومي هيدي آخرة السهرة على الفيسبوك والتويتر يلا صباح الخير استاذ كمال يا صباح النور استاذ كمال هيك صارت؟ في اعتراض؟ لا أنا بسترجع يلا حبيبتي قومي احنا متأخري حضرت لك ترويقة اوعى ترجع تنامي حاضر بالورق بالفي بالنبع بالزيح جناح في ريشة نور في المرجحك مع زرقة طير يا عصفور عكوخ من وزان ما بدك تاكل معي؟ سقف زهور لا ليه؟ زعلان حب الندي الأخضر وينيه البوسن؟ ظلال ظلال يا نادية مش ناوية ولا ايه؟ ناوية على ايه؟ تتجوزي وتجيب لنا بيبي كده نلعب بيه كله بأوانه ان شاء الله ان شاء الله صباح الخير والجمال صباح الفل العصير لحضرتك وللست نادية واللبن لكريم وجمانة تسلم ايديك يا ام احمد بس قوليلي هي مرفت قدامها كتير؟ 5 دقايق وهتلاقيها نازلة هي بس مشغولة شوية مع الأستاذ مجدي تأمري بحاجة حضرتك؟ شكراً عن إذنك اتفضل جمانة كريم تعالوا اشربوا اللب تعالي يا جوجو بتحبي اللبن بالشوكولاتة ولا بتحبيه كده؟ بحب اللبن عادي طب خد يلا اشرب يلا يا حبيبتي عشان تنزلي أنا صاحبتك مع نادية من بدري وسألوا عليك كذا مرة يلا انزلي اقعدي معاها ومال نادية ومال صاحبتي؟ هي خلاص بقت من بيت عيلتنا؟ أنا مش فاهم أنت بتكرهي نادية وعايدة ليه؟ دول قرايبي من واجبي أساعدهم وبالطريقة دي أنا بساعدهم من غير ما أجرحهم قرايبك دول ظهروا فجأة وكنا مرتاحين ومحدش بيتدخل في حياتنا قبل ما يظهروا ويبقوا عندك أهم مني أنا وبنتي ميرفت أنا ما عنديش وقت للخناق اتفضلي انزلي صاحبتك لما أرجع بالليل نبقى نكمل خناق لا نتخانق دلوقتي وتوز في الشركه وفي الشغل وفي اي حاجه اهم مني انا وبنتي وانت اكيد فاهم انا بتكلم عن ايه مجدي انت بتحبني وده سؤال برضه يبقى تعمل اللي بقولك عليه نسيب البلد ونقطع علاقتنا بكل الناس اللي نعرفها ونبتدي بدايه جديده حتى ما حدش يعرفنا فيها وتفتكري سهله كده على واحد زي بعد كل اللي وصل له في السوق في لحظه كده يسيب كل شيء ويبدا من جديد ميرفت شيلي الاوهام دي من دماغك دي مش اوهام وانت عارف كويس انها مش اوهام انا واحده عايزه تحافظ على بيتها اللي هو عندها اهم حاجه في الدنيا طب سيبيلي الموضوع ده وانا هتكلم فيه مع فريد فريده ما هو فريد وعايده هم السبب في اللي وصلنا له ده للدرجه دي واكتر من الدرجه دي وخاصه عايده دي انت مش قادره تنسي المواضيع القديمه وانسى ازاي وانت جايبهم في وشي ليل ونهار يا حبيبتي قلت لك دول قرايبي وانا بالطريقه دي بساعدهم من غير ما اجرحهم انت ما بتحبنيش يا حبيبتي ليه بتقولي كده انتي وجمانة اغلى حاجة عندي في الدنيا وبتخاف علينا؟ اكتر من نفسي خلاص يبقى اعمل اللي بقولك عليه حاضر عم مصطفى ودي الناس دي والنبي ب40 جنيه Thank you.
الحياة بقت زفت والعيشة بقت زفتين. أيوة أي متنيلة خلقة، بقينا نص النهار مفيش زبون حتى ركبها. طب وبعدين ودي طريقة؟ وانت هتفضلي على طول ما تعرفيش ايه الحكاية؟ لا انت لازم تكشفي ونعرف الحاجات دي بتيجي من ايه، وانت كل يومين هتاخدي اجازة مرضية. طيب يا حبيبتي خلاص خلاص، اما اجي باذن الله نبقى نشوف ايه الموضوع. خدي مسكن وهي اتحرك. مسكن؟ طيب ماما ماما ماما، انا مش قايله لك من امبارح اني عايزه البس البلوزه دي النهارده؟ معلش انشغلت شويه ما لحقتش اكويها. وانا بقى اللي مش مشغوله، ده انا برجع كل يوم من شغلي مهدوده. اكويها لنفسك المره دي. هو انا لسه هكوي؟ ده انا متاخره عن شغلي ربع ساعه. انا كمان يا دوب البس والحق شغلي. هو انا مش قلت لك 100 مره نودي الهدوم للمكواجي؟ مش هرد عليكي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الشبوره اللي انت عاملاها دي؟ جرايه يا بت في ايه؟ لو مش عاجبك يبقى اكل نفسك. صباح الفل يا حبيبي. صباح الخير يا ماما. هي فاكره الناس كلها بيشتغلوا عندها ولا ايه؟ معلش اخر العنقود وبتتدلع. هو كلامك اللي انت بتقوليه ده هو اللي بيخليها تعمل فينا اكتر من كده. انت تعبانه ولا ايه؟ لا شويه مغص صغيرين، هروح البس وعدي على التامين الصحي بس اعمل لك فطار الاول. لا 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 هو انا يعني اغلب افطاري. تعالي غيري هدومك وانا هوديكي. طيب يا حبيبي. ولا انا مستخسره هالايدين الحلوين بهالشويه ورد. شو بدك انا اعمل؟ انت عارفه انه انا ما بقدر اعيش بدون ورد. لكن يا بابا ليه سكرت المحل؟ ما كنت عم تتسلى فيه بدل ما انت زهقان هيك. معك حق، بس هون يا بنتي الموضوع بيختلف. هون الناس ما بتشتري ورد الا بالمناسبات، مثل ما انت بتعرف كانت تمر ايام ما بيع ورده واحده، والورد اذا طول بينتزع. رزق الله بس الله. أيام المشتل بلبنان ما بتعود. اشتقت للبنان ما هيك؟ إنه بده سؤال يعني؟ طبعا اشتقت، بس خلص تعودت. بعد ما جيت أنا وجدك بعد الحرب وتجوزت أمك ما عدت قادر استغني عن العيشة بمصر. بدك أخذ إجازة وروح أنا وياك كم يوم على لبنان؟ لا 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 لا، وشغلي؟ ما تعطي الهم شغلي، أنا بدبر حالي. أنت وحدي محتالة، عجلي عجلي على شغلي قبل ما تتأخري. على فكرة زقزوقة صار بدها ميكانيسيان. قلت لك 100 مرة خلينا نخلص منها ونجيب وحدة جديدة، ما كنت تقنعي. يا بابا حرام، إنه تعبت شوي بنقوم نرميها، ما هي عمرها من عمري، ما إلي قلب. فالج لتعالج، شو بدنا نصلح لنصلح، خلص. نهار الجمعة بتاخدها عند ميكانيسيان وبترجع الشركة. حاضر. يا عمري. باي. باي. ما قلتي لي شو طالع عبالك تغدي اليوم؟ شو ما بدك؟ كل شيء من ايديك طيب. وسلمى رح تيجي معك على الغدا؟ بتصل فيها وبرد عليك خبر. يلا باي بابا. باي. الحمد لله على السلامة يا ستي. الله يسلمك.
هعدي عليكي بعد الشغل اختك ونروح البيت عشان بابا النهارده طبخ لنا بايده. طب وايه الجديد؟ عمو كمان يا بنتي بيطبخ لنا بايده من ايام الجامعه. اه شكلك كانه عم بتقولي لي انه ما بتحبي اكل البابا. طب انزلي انزلي يلا. خلاص يا ستي هنزل ما تزقيش. طب بقول لك يا ريم ما تقنعي كده عمو كمال ان نطبخ لك ولو ليوم واحد. طب لو ما نزلتيش حالا هتصل بيه واقول له انت بتقولي لي ايه. يا ستي خلاص نازله اهو. هعدي عليكي بعد الشغل مش عايزه استنى كتير. اوكي حاضر يلا استنى على الشقه بالليل. باي باي. صباح الخير يا مريم. كنت فين؟ الغمة جت سألت عليكي وقلت لها انك جيتي من بدري بس في الحمام. طب قالت ايه؟ هو هي دي بتقول كالعادة بصت لي من فوق لتحت بصتها المعتادة وسابتني ومشي بشكلها ناوية تطب وتعمل كبسة. طب ما بديهاش بقى انا اروح اغير بسرعة واقعد جنبك هنا. طب بسرعة المفروض انك في الحمام مش بتاخدي ساونا. صباح الخير. صباح الفل يا نسا ريم. عايده هاني مسالت على حضرتك. حاضر. صباح الخير سما. صباح الفل يا نسا ريم. عايده هاني مسالت عليكي. حاضر. الو الو. ايوه يا عاد. صباح الفل. صباح. وصلت الشركه من بدري. والناس وصلت؟ وصلوا كله تمام. تمام مسافه السكه وهكون عندك. اوكي يلا باي. ما انت جيتي اهو. هو انا مش سالت عليكي؟ قالوا لي يا فندم بس كان عندي شويه ايميلات كان لازم ارد عليها. لما اسال عليكي تسيبي كل اللي في ايدك وتيجي. اتفقنا؟ حاضر. استاذ مجدي لسه ما وصلش. كلمته وعارف. ما كنتش عارفه انك عارفه. لا عارفه. في حاجه تانيه عايزه تقوليها؟ لا. عندنا اجتماع كمان نص ساعه. انا بلغت مجدي بس عايزاك انت اللي تتابعي الشباب. لو في اي حاجه ما خلصتش تتعمل قبل ما هو يوصل. اوكي حاضر. خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله يا مدام ماهر. الحقيقه كل الاعراض اللي عندك بتفتح علينا شويه بيبان عايزين نقفلها. مش فاهم. شوفي احنا مش عايزين نستعجل. هو انا طارق شويه فحوصات وشويه تحاليل وكمان مزرعه. مزرعه؟ مالك خفت كده ليه؟ يا مدام طالما في ورم يبقى لازم نعرف طبيعه الورم ده ايه. وده مش ممكن يتم الا اذا عملنا مزرعه. وادي يا ستي توصيه كمان باسبوعين اجازه لغايه ما تخلصي التحاليل والفحوصات. ياه هو الموضوع كبير كده؟ ولا كبير ولا حاجة. أنا عارف إن الحاجات اللي طلبتها منك محتاجة وقت وشوية مجهود بس أنا أفضل إن أنت تكوني مرتاحة في البيت في الفترة دي. الله يا منعم هي اللي مرضيتش لا أخش معاها الكشف ولا استناها بره. معلش سيبها على راحتها وإن شاء الله خير. طيب بقول لك إيه؟ هو مفيش أمل في الموضوع اللي أنا طلبته منك ولا يا صاحبي؟ لا مفيش أمل. خلى عن صاحبك وحبيبك في الظروف اللي هو فيها دي. خالد اشرب الشاي. ده كده بتقف قصاد سبوبه حلوه جايه لاخوك يا ابني كلها ساعتين. اروح اجيب البضاعه واسلمها واطلع ب 20 حلوين. هتديني العربيه ولا هتستندل معايا؟ ماشي يا خالد بس في الانجاز. الراجل لو كلمني في اي وقت هيبقى شكلي وحش. لا انا ما يخلصنيش شكلك يبقى وحش. وبعدين شكلك كده النهارده هتتعشى كباب وكفته وطرب يا معلم. يا عم انت لا تاكل. طب كشري. اشرب الشاي.
وده عرض مدارس الأنوار، عايزين 12 أتوبيس عشان السنة الدراسية الجديدة، وكل التفاصيل والأرقام موجودة هنا. والإيميل ده جه من مصنع أبو حليفة مصر، عايز 3 عربيات لثلاث مديرين لمدة 6 شهور. حلو حلو. عارفة لو العرضين دول اتوافق عليهم هعملك مكافأة هايلة. أنا أهم حاجة تكون راضي عن شغلي. راضي طبعا. في حد يلاقي حد بيشتغل بالنشاط ده وما يرضاش عنه؟ ميرسي يا فندم. طب يلا روحي جهزي الرد على العرضين دول. الو. ها يا حبيبتي، لسه كنت هكلمك. طب وما اتصلتش ليه؟ مفيش، اتشغلت في الشغل شويه. في حاجه ولا ايه؟ زهقانه. طب ما تروح النادي ولما اخلص اعدي عليكي ونتغدى مع بعض. مش رايحه النادي يا مراد، بقعد هناك لوحدي خالص، يا دوبك انت بتيجي تتغدى وترجع جري على الشغل. طب يا بيبي وانا بعمل ده عشان مين يعني؟ طب قدامك كتير يعني 3 4 ساعات كده. خلاص مش هعطلك، هسيبك لشغلك. براحتك يا حبيبي، باي. مع السلامة. لا لا مش مشكلة، أنا وعايدة هنقعد معاهم. بص أنا مش عايز أعرف تفاصيل، ماشي؟ يلا يلا مع السلامة. تأخرت ليه؟ مش الناس تقول صباح الخير الأول؟ صباح الخير، معلش تأخيرك وطرني قوي. خير؟ الوفد وصل، فريد ما بيردش علي، كنت لسه رايحة له. خلي فريد دلوقتي مشغول شوية، بلاش نظرة الفضول في عينيكي دي، هتعرفي كل حاجة في وقتها. فهمني برضه. الوفد في الاستراحة؟ قدمت لهم حاجة، قلت اشتري شوية وقت. كويس، طب يلا بينا. يلا. صباح الخير. صباح الخير. ايه واقفة ليه؟ عندنا اجتماع. يلا. حاضر يا فندم. أنا سلايلة، أنا مش فاهم الجزء ده، هم كانوا عايزين عربيات مكيفة ولا لأ؟ الإيميل واضح يا فندم، عربيتين بالتكييف والتالتة لأ. معلش يظهر أنا اللي مش مركزة. معلش، ربنا يكون في عون حضرتك. ألو؟ أنا هديك البضاعة دي آجل، يعني تدفع على مهلك، وده عشان خاطرك أنت بس. ربنا يخليك ليا يا حاج، ما هو ده برضه العشاء، وكلها ساعة ولا ساعتين، وأوزع البضاعة وأجيب لك تمنها وفوقهم بوسة كمان. لا يا أخويا، إديني تمن البضاعة وخلي البوسة دي عشانك أنت. بحبك يا حاج، بحبك. أهو انطقي، روح يا ابني على المخزن. أو انطقي. أو انطقي ليه بس؟ ما هي تربيتك. تربيتي؟ طيب يا سيدي تعال اقعد. اتفضل. ما قلتليش بقى يا حاج عملت لي إيه في موضوع الكونتينر؟ أنت لسه مش جاهز لحاجة زي كده. وأوعدك إن أنا لما أشوفك جاهز أنا اللي هقول لك، مش هخليك تطلب. إيه اللي تشوفه يا حاج؟ وأنا متأكد إنك مش هتعمل لي إلا اللي فيه المصلحة. خليها على الله. ونعم بالله. تشرب ايه بقى؟
ها؟ طب نفذ اللي قلت لك عليه. وانت مالك انت مين مع مين؟ نفذ وخلاص. ما تقعدش في القاهرة دقيقة زيادة، أنت فاهم؟ توصل للحرباوي وخليه يكلمني. سلام. بذمتك ده منظر واحدة نازلة تتبسط؟ إيه يا بنتي مالك؟ مالي؟ أنا كويسة. أنتِ مش معايا خالص. هو أنتِ سرحانة في إيه؟ سرحت في كريم وجمال. تفتكري لما يكبروا هيحبوا بعض؟ ده موضوع لسه بدري عليه. وبعدين مش فاهمه يعني، زعلانه ان ابقى بحما بنتك؟ بالعكس، ربنا بس يطول في عمرك نشوفهم هم كبروا. هو انتوا اتخانقتوا تاني؟ هو ايه الجديد؟ احنا على طول متخانقين. طب هو انتي اتاكدتي من الموضوع اللي قلتهولي من فترة ده؟ للأسف هنا تجيبي سيرة لحد على موضوع الورق اللي بتقولك ده. ما تخافيش يا حبيبتي. طب انتي ناوية على ايه قوليلي؟ هعدي عيد ميلاد البنت، لو ما نفذش اللي اتفقنا عليه هصمم على الطلاق. هو انتي مالك بتبصي على المراية بشكل غريب قوي ليه؟ اربطي السيت بيلت من الولاد بسرعه. انزلي انزلي يا ريس، ادخلي جوه يا جمال. يا جمال يا ريس، جمال يا جمال اديبك. ايه شد حيلك يا مجدي، البقاء لله. جمانة عاملة إيه يا فريد؟ في طريقها للمستشفى. طب خليك أنت هنا تمم على كل الإجراءات علشان أروح أطمن على جمانة. شد حيلك بقى، شد حيلك، تعالى بينا تعالى بينا نروح المستشفى نطمن عليها، إن شاء الله هتبقى كويسة ما تقلقش. كويس إن هي ما كانتش ربطت الحزام في العربية. خرجت من العربية قبل ما تقع. وهنا عاملة إيه؟ كتب لها عمر جديد. حصل لها زي ما حصل مع جمانة بالظبط. طب يلا يلا بلاش نضيع وقت في كلام هنا، يلا بينا. مجدي بيه، احنا اسفين جدا على ازعاج حضرتك. تحت امرك. ممدوح بيه رئيس النيابه كان عايز اسال حضرتك شويه اسئله كده. ممدوح بيه، اظن الوقت مش مناسب، يعني احنا لازم نلحق نروح المستشفى نطمن على البنت. انت فعلا معاكي حق هنا، واسف جدا يا مجدي بيه. عموما بكره او بعده تعدوا عليا ونكمل كلامنا. بعد إذنك، بعد إيش. إذنك يا فندم. يلا يا مجدي. يلا. يلا.
مجدي انت ما بتحبنيش. عملتوا ايه في كريم؟ والده استلم وخلاص، وزمانهم دلوقتي بيعملوا اجراءات الدفن. خليك جنبه، شوف لو كان محتاج اي حاجه. كان ضروري تلاقيني مهما طالت سنيني، من قبل الحياة وانا حاسة قابلتك زمان. يا ما شفايفك قالولي وهم بيحمسولي بحبك، وايوة ده صوتك وصوتك كمان. ومن قبل البداية بيني وبينك حكاية، رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان. هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني، مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان. حبيبي بحس بأمان يملاني لو بنطع حروف اسمك ساعتها، لو بموت ترجع لي روح. يا حبيبي بحس بأمان حتى وانا بتنزل على كتفك دموعي وانت جارح للنوي. يا حبيبي بحس حبيبي. وأغرب ما في حياتي عشقة وياك قهاتي، وعرفة إني جوا قساوتك مدار الحلال. في حاجة نفسي فيها ويا بحلمت بيها، تاخدني حبيبي في حضنك ويوقف الزمان. ده من قبل البداية بيني وبينك حكاية، رجعنا من النهاردة نعيشها في نفس المكان. هواك أجمل معاني ملت روحي وكياني، مجرد حبيبي بشوفك بحس بأمان.